يا رب دايما. شعورك الموسم ده ايه؟ واضح ان انت كان عندك تحدي كبير، واضح ان احمد سامي معاه مفتاحك. هو في الاول اصلا انا اول ما رجعت النادي الاهلي يعني في الاول كده حسيت ان انا ممكن ما يبقاش ليا دور يعني جامد قوي في النادي في اول سنه، فانا فكرت في حوار الاهاره واتكلمت مع كابتن احمد يحيى ووكيلي يعني وكابتن الباشمهندس برضو اتكلم معايا في حوار الاهاره، وقدرت ان انا اطلع واثبت واحاول ان انا اثبت نفسي للناس والناس برضو تشوف امكانياتي، والحمد لله انا شايف ان كان افضل اختيار ليا ان انا اطلع اهاره الموسم ده يعني. بس هي دي كل الحكايه يعني. اصعب حاجه في الدنيا يعني بحكم اتكلمت مع لعيبه كتير انك تطلع اعاره من اهلي او زمالك، صعبه يعني. انا طالع من حته كبيره، يا عالم هتألق ولا لا، يا عالم هرجع ولا لا، يا عالم هأدي ازاي، عدى اول موسم وانا ما تألقتش، كل سنه وانت طيب الناس نسوني، حتى لو دختخت الدنيا بعد كده بقت الامور صعبه، حسابات كتير اكيد في دماغك. اكيد الحسابات بتبقى كتيره جدا وتبقى اكتر فتره مضغوط فيها طبعا فكره انك تطلع اعاره، بس زي ما قلت لحضرتك هو فكره ان انا اطلع اعاره لازم ابقى واثق في امكانياتي، انا طالع اعاره لازم اقول للناس ان انا هبقى كويس، لازم اقول للناس ان انا ابقى موجود في الصوره، ففكره ان انا اطلع اعاره مش عشان فكره ان انا اشارك بس، ما انا ممكن اشارك فعلا زي ما حضرتك قلت ويبقى الموسم سيء او مثلا الموسم مش كويس، لكن طالما انا اخدت مبدا الاعاره يبقى لازم اثبت للناس ان انا كويس ولازم ابقى موجود في الصوره بس. ليه اخترت سموحه؟ والله انا زمايلي يعني اغلب زمايلي هناك فكلموني، انا اصلا جالي عرضين المفروض كان في الجونه وسموحه، بس زمايلي موجودين كتير في سموحه فهم قالوا لي ان الدنيا مستقره هناك، مستقره في سموحه يعني الدنيا كويسه. والجونه عندك زمايلك برضه؟ زمايلي لا، بس زمايلي من بدايه السنه دي برضه يعني انا لكن قبل كده كان في طبعا زمايلي كتير جدا موجودين في سموحه، ناصر ماهر، احمد عبد المنعم، فكان في زمايلي كتير بيتكلموا معايا والدنيا كويسه جدا فعلا في سموحه يعني. حسيت لما رحت ان هو ده القرار المظبوط؟ لغايه اللحظه دي طبعا ده القرار المظبوط لغايه ان شاء الله يفنش يعني ان شاء الله باذن